تولى الخلافة، خرجت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومعها الزبير وطلحة رضوان الله عليهم، وكانت وقعت الجمل الشهيرة. واستتب الأمر بعدها لسيدنا علي رضوان الله عليه من هذا الجانب، لكن بقي جانب الشام وفيه سيدنا معاوية ومن معه. وسيدنا معاوية من بني أمية بن عبد شمس عصبت سيدنا عثمان، ولما قتل سيدنا عثمان أرسلت زوجته القميص الذي عليه الدم إلى سيدنا معاوية لأنه ولي الدم ليطالب بثأر سيدنا عثمان. هنا بدأ الأمر على هذا النحو، خليفة مقتول والصحابة بينهم وبين بعضهم خلاف في ترتيب الأولويات. إلى هنا لم يظهر للدنيا كبير وزن في هذا الخلاف، وإنما كان غرض الجميع أيهما أولى في التقديم، الثأر من القتلة أم تثبيت أركان الدولة. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه صاحب الحق لأنه أمير المؤمنين وهو الخليفة الذي تولى بعد سيدنا عثمان، يرى أنه هو الذي يتولى ترتيب هذه الأولويات، هذا أولا وهذا ثانيا وهذا ثالثا، وهذا حقه. أم المؤمنين السيدة عائشة ومن معها على رأيها يرون أن هذا حق لجميع المسلمين، فهذا الخليفة لم يكن أميرا للمؤمنين على سيدنا علي وفقط، وليس حق الخلافة هنا وفقط، وإنما كل المسلمين له هذا الرأي. ثم حدث الخلاف بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وانضم فريق إلى هنا وفريق إلى هنا. الفريق الذي كان مع سيدنا معاوية كان فيه قليل من الصحابة وكثير من الأتباع والمحبين، الفريق الذي كان مع سيدنا علي كان كثير من الصحابة، وهناك طائفة اعتزلوا ذلك.